السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين على صفحاتنا العالمية للمركز العالمي للأحجار الكريمة في العالم العربي، في مختبر الخبير العالمي رشيد حباشو الذي يتوفر على أجهزة جد متطورة عالمية وآخر التقنيات. أستاذ رشيد حباشو، غادي تعطينا إن شاء الله ما هي البلورات، ما هي خصائصها، وما هي معلومات عن البلورات. السلام عليكم ورحمة الله. البلورات، قبل إعطاء تعريف للبلورات سنرجع للتعريف المعدن. المعدن، وهنا لا بد أن أشير إلى شيء مهم جدا، وهو الاختلاف الجوهري بين المعدن والمادة الكيميائية. فالمعادن هي عبارة عن مواد كيميائية. أولا، هذه المواد الكيميائية لا بد أن يكون لها نظام بلوري. إذا لدينا من جهة مادة كيميائية، من جهة أخرى متبلورة. نتحدث عن المعدن، هذه بلورة السموكي كوارتز، هي عبارة عن SaO4، جزيئة السيليكون متحدة مع 4 جزيئات أكسجين، هي ما يسمى بجزيئات السيليكون. إذا فكما تشاهدون هنا لدينا مجموعة من البلورات التي لها أشكال مختلفة، أشكال هندسية مختلفة. هذه الاشكال الهندسيه تسمى بالنظام البلوري. لدينا سبعه انظمه بلوريه. لدينا اولا المكعبي مثل الالماس، النظام البلوري المكعبي، ثلاثي، الرباعي، وحدي الميل، ثلاثي الميل. هنا لدينا بلوره مثلا ثلاثيه الميل، هذه البلوره تسمى ثلاثيه الميل. ولدينا النظام السداسي، لدينا هنا بلورتين تتبلوران على نظام بلوري السداسي، بلورة كوارتز الدخان والكوارتز. إذا هذه تسمى نظام بلوري السداسي. وسابعا لدينا المعين القائم، سنرجع في دروس جديدة نتحدث على أكثر تفصيل على هذه الأنظمة البلورية والمجموعات التي تنضم تحتها. لكن ما أريد أن أشير إليه وهو مهم جدا، لاحظوا معي هاتين العينتين، هنا لدينا ايش؟ لدينا معدن الأزوريت، سنشاهده في على المكبر الميكروسكوب. إذا لاحظتم جيدا هذه العينة، فستلاحظ داخلها وجود مجموعة من البلورات. إذا البلورات صغيرة مختلفة، هذه البلورات مقارنة مع هذه البلورة أو هذه البلورة، فهذه البلورات كبيرة وهي المطلوبة والتي لها قيمة اقتصادية كبيرة ويجب البحث عنها. البلورات البحث عنها يجب أن تكون كبيرة، يجب أن تكون شفافة في أي شكل ما كانت. بطبيعة الحال أما البلورات الصغيرة فليست لها قيمة تذكر،
ولهذا البلورات كلما كانت كبيرة تكون مهمة جدا وكلما كانت شفافة.